لا تدرس هندسة مشان الله، مشان الله لا تدرس هندسة، عم بترجاك لا تدرس هندسة، اوعى تدرس هندسة، مشان الله لا تدرس هندسة. اليوم ان شاء الله راح تطلع نتائج التوجيهي او اوريدي راح تكون طلعت بعد ما نزل هذا الفيديو، والف مبروك للي ناجحين في التوجيهي في الاردن وحظا اوفر وبالتوفيق للي ما نجحوا في التوجيهي لهاي المره، وان شاء الله في المرات الجاي نجاح باهر وعلامات احسن والى اخره، بنتمنى التوفيق للجميع. اليوم بدي اعتبر هذا الفيديو اللي انا عم بحكي فيه اليوم هو من اهم الفيديوهات اللي بدنا نحكيها للتوعيه بهذا الخصوص تحديدا. أنا خلصت توجيهي، جبت معدل عالي، معدلي في 90، معدلي في 80، معدلي 99، أنا الأول على المملكة، whatever كانت النتيجة، وحابب أروح أدرس هندسة. هل أروح أدرس هندسة ولا لا؟ إحنا اليوم مهندسين وهينا قاعدين نحكي لك اوعى تقرب على تخصص الهندسة بكل تخصصاته بكل أفرعه وإلى آخره، مش لأنه التخصص عاطل ولا لأنه التخصص منيح، بالعكس تخصص كتير بس كل شخصية وإلى آخره، وكل الفوائد خلينا نحكي في البوزيتيف بوينتس الموجودة في هذا التخصص هي هائلة. لكن اليوم بقدر أحكي لك إنه في مشاكل راح تواجهك إذا رحت تدرس هندسة، وهذا الفيديو اليوم أنا مطلعه للأهالي وللأبناء، للناس اللي نجحت توجيهي وللأهالي اللي مكيفين على النجاح الباهر اللي وصلوا لأولاده في هاي أولادهم في هاي السنة وبدهم إياهم ما يدرسوا إلا هندسة، أو ما بدهم إلا إنهم يدرسوا تخصص الهندسة. خلينا نشوف ليش ما تروح تدرس هندسة. طبعا قبل ما اسرد النقاط نقطة نقطة، حاب اني انا احكي لك انه التخصص مشبع تماما في سوق العمل بحسب نقابة المهندسين الاردنيين، واذا انت راح تدرس هندسة فانت زدت عدد العاطلين عن العمل 1، واذا انتوا كلكم راح تدرسوا هندسة 50 واحد راح تدرسوا هندسة، 100 واحد راح تدرسوا هندسة، فانتوا زدتوا عدد العاطلين عن العمل 100. ما بدي اكون كثير متشائم، يعني بدي يكون هذا الفيديو بصيغة التشاؤم، لكن هو فعليا للتوعية بخطورة الشيء اللي قاعد بقبل عليه المجتمع الأردني من ناحية الإقبال الشديد على تخصص او على التخصصات الهندسية. طبعا من اليوم جاي احكي لك انه السوق الاردني مشبع بالتخصصات الهندسيه، راح تحكي لي عادي شو المشكله، بخلص دراسه هندسه وراح اطلع برا او اروح على اخر الكوكب، فبحب احكي لك انه انا قاعد بحكي معك من برا وقاعد بحكي معك من اخر الكوكب، الوضع هون مش احسن من الاردن، الوضع في كل مكان خارج الاردن مش احسن من الاردن، الازمه والصعوبه في فرص العمل في ايجاد فرص العمل والشغل في المجالات الهندسيه هي موجوده في كل مكان سواء في الاردن او في غيرها، وزي ما حكيت لك انا قاعد بحكي معك حاليا من الخارج من برا من مكان ما انت بدك تروح، وقاعد بحكي معك من اخر الكوكب المكان اللي انت بدك تروحه، وبحكي لك انه الكل قاعد بيتكفكف عشان يلاقي فرصه عمل. طيب شو الحل؟ خلينا اول شيء نعرف ايش النقاط اللي خلتنا نحكي هذا الحكي، ونحاول نضوي على ممكن ايش التخصصات الثانيه اللي انت ممكن تروح تدرسها بعد ما قلنا لك بالتوفيق. ليش المهندس جاسر ما بده ايانا نقرب على التخصصات الهندسية في دراستنا في عام 2019 وفوق؟ اليوم انا بدي احكي لك، اول اشي سوق العمل سوق مشبع تماما بالكوادر الهندسية باعداد هائل جدا وباقبال شديد جدا 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 على دراسة التخصصات الهندسية، لدرجة انه بحسب نقابة المهندسين الأردنيين وبحسب رئيس الشعب المعمارية تم إصدار الدراسة التالية. طبعا بحسب رئيس الشعب المعمارية وبرئيس شعبة الهندسة المعمارية في نقابة المهندسين الأردنيين، خلينا نقرأ مع بعض، بحكي لك باعتقادي المشكلة لا تنحصر بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها المنطقة والأردن تحديدا، بل هناك تحديات أخرى أهمها الإقبال الكثيف غير المبرر على التخصصات الهندسية مقارنة بباقي التخصصات الأخرى. بكمل بحكي لك ما ذكر في كتاب الأردن بالأرقام 2018 والصادر عن دراسات أو عن دائرة الإحصاءات العامة، فلكل 10,000 نسمة في الأردن في عندك 20 طبيب وفي عندك 12 محامي بس، لكن كم مهندس في لهدول 10,000 نسمة؟ بحكي لك في عندك 151 مهندس. شوف الفرق، أنت في عندك 10 أطباء، في عندك 12 محامين لل 10,000 نسمة، وفي عندك 151 مهندس لهدول ال 10,000 نسمة. بكمل رئيس الشعب المعمارية في البوست تبعه على الفيسبوك بيحكي لك هو ما يجعل نسبة من المهندسين الأردنيين أو نسبة المهندسين
الأردنيين مقارنة بعدد السكان من الأعلى عالميا موجودة عندنا في الأردن. وانت رايح اليوم تدرس هندسة ولساتك مصر انه انا احسن لي ادرس هندسة، وابوك مكيف والوالدة مكيفة انه احنا اهل المهندس، ابنك ما راح يلاقي شغل اذا راح في هذا المجال، واذا لاقي شغل خليه يبوس ايده وجهه ظهره. هلا راح احكي لك ليش ما حتستفيد او ما حيستفيد هو فعليا. بكمل رئيس الشعب المعماري بيحكي لك اصبح اليوم عجبنا مجتمعيا بالدرجه الاولى ان نكون اكثر عقلانيه في التوجه للتخصصات الهندسيه. يعني اعقلوا وفكروا في الموضوع، افلا يتفكرون افلا يعقلون، بعدين توكل وروح اختار التخصص اللي انت بدك اياه. اهم شيء في توكل انك انت شوف ايش متطلبات سوق العمل. بكمل رئيس الشعب المعماري بيحكي لك وأن يكون الحل من قبلنا أولا، لا أن ننتظر أن يقدم لنا أو أن يقدم لنا حلا سحريا. فكليات الهندسة أن تغلق لن تغلق أبوابها، فكليات الهندسة لن تغلق أبوابها، شيء طبيعي ما حدا راح يغلق أبوابه لأنه الكل قاعد يدور على الوقت وعلى التخصص، يدرس الطلاب يأخذ فلوس، فالوضع 100%. فكليات الهندسة لن تغلق أبوابها طالما هنالك من يتقدم للتسجيل. حتى لو حصل ذلك أو تم تقليل الطلاب المقبولين سنويا فسيزداد عدد المتوجهين للدراسة في الخارج لدراسة الهندسة. ونقابة المهندسين الأردنيين بموجب القانون ملزمة بقبول عضوية كل من حصل على شهادة الهندسة من جامعات معتمدة. يعني نقابة الأردنيين أو نقابة المهندسين الأردنيين ما عندها القدرة أن هي يجي مهندس يسجل فيها ويحكي لك لا ما راح نسجل مهندس أو راح نمنعه من العمل. كل حدا حاصل على شهادة الهندسة راح تكون ملزمة تسجيله في النقابة وراح يكون له الحق في العمل في مهنة الهندسة طبعا إذا لقيت شغل أصلا. بيكمل رئيس الشعب المعماري وبيحكي لك النتيجة واحدة في النهاية، وهي أعداد من الخريجين تزيد بأضعاف عن حاجة السوق في أحسن الأحوال. يتمنى رئيس الشعب المعمارية ونحن مقبلين على نتائج امتحان التوجيه أن يكون لنا موقفا أكثر وعيا في توجيه طلابنا نحو التخصصات التي سوف يتقدمون في دراستها في الجامعة، فالأزمة آخذة بالتعمق وعداد المهندسين ما زالت في الزيادة. رئيس الشعب المعمارية هون ما قاعد بيحكي عن الهندسة المعمارية تحديدا، قاعد بيحكي عن كل التخصصات وبيحكي لك إنها في انفجار في أعداد المهندسين اللي قاعد تم تسجيلهم، وعلى حسب معرفتي أو ذاكرتي 151,000 مهندس موجودين في الأردن وسجلين نقابة المهندسين، فالعدد هائل جدا. وبحسب الأرقام اللي هلأ قرناها من البوست بحكي لك في عندك 50 مهندس لكل 10,000 نسمة، لا وبحكي لك انه في عندك دقيقة بحكي لك تقريبا في عندك 151 مهندس لكل 10,000 نسمة، وقاعد بحكي لك في عندك مهندس لكل 50 مواطن، واللي هو يعني من بين كل 50 مواطن انت اصلا كم واحد راح يبني اساسا، او كم واحد راح يطلب مشروع بده مهندس ميكانيك، او كم واحد بده مهندس طاقه، او كم والى اخره. فالعدد هائل جدا، لازم يكون في وقفه وفي توعيه بهذا الخصوص. بيرفق لنا رئيس الشعب المعمارية صورة توضح أعداد الهائلة ووضع سوق العمل المشبع من التخصصات الهندسية. خلينا نشوفها مع بعض. بحكي لك على سبيل المثال تخصص الهندسة المدنية، تخصص الهندسة المدنية مشبع تماما بكل فروعه. مثلا الهندسة المدنية الإنشائية بحكي لك عدد المسجلين في الهندسة المدنية الإنشائية في نقابة المهندسين يزيد على 40,000 مهندس، وعدد الطلاب على مقاعد الدراسة في تخصص الهندسة المدنية الإنشاءات فقط قسم الإنشاءات فقط 9,632 طالب على مقاعد دراسة في الأردن في تخصص الهندسة المدنية الإنشاءات فقط. هندسة الطرق والجسور، هندسة الطرق والجسور في الأردن في 1,532 مهندس مسجلين في نقابة المهندسين الأردنيين، وعدد الطلاب على مقاعد الدراسة في تخصص هندسة الطرق والجسور 1,171 طالب. هاد بس هيك يعني ننكش مخاطنا على الهندسة المدنية. في الهندسة المدنية بجميع تخصصاتها بحكي لك مجموع المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين الأردنيين 47,883 مهندس مدني بجميع التخصصات المدنية، وبحكي لك عندك 12,233 طالب مسجلين في تخصص الهندسة المدنية في على مقاعد الدراسة. هذا احنا عم نحكي بس عن تخصص الهندسة المدنية. تخصص الهندسة المعمارية اللي هو يعني مش دائما بيكون مشبع ومش دائما بيكون فيه بطالة وإلى آخره، اليوم بحكي لك سوق العمل الهندسة المعمارية بناء على الدراسة اللي أرفقتها نقابة المهندسين الأردنيين وبناء على البوست تبع رئيس الشعب المعمارية بحكي لك انه فعليا الهندسة المعمارية مشبعة تماما في سوق العمل. خلاص احنا ما بدناش مهندسين معماريين اكثر من هيك، يعطيكم العافية. وهذا صراحة خطير جدا، يعني لما احكي لك انه في عندك 14,400 مهندس معماري مسجل في نقابة المهندسين، واحكي لك انه في عندك 4,278 طالب هندسة معمارية في الأردن،
واحكي لك قبل هيك عن الهندسه المدنيه، وبعد هيك راح احكي لك عن الميكانيكيه والى اخره. اعداد هائله جدا، ما في شغل يستوعب كل هاي الاعداد في الاردن، وما في فرص عمل خارج الاردن مفتوحه للمهندسين يستوعب السوق او انتاج خلينا احكي الاكاديمي للسوق الاردني للمهندسين. انت قاعد بتخرج اعداد هائله جدا، يعني اذا تحسب الاعداد بيطلع عندك بلاوي زرقاء، ما فيش مكان تروحوا تشتغلوا يا جماعه. فالفكره في الموضوع سوق العمل الهندسي مضغوط ومشبع تماما، وفي بطاله بشكل رهيب غير معلن عنه، لكن كلنا واعيين لانه احنا موجودين في السوق الهندسي. ولا تحكي لي راح اطلع برا وراح ادخل جوا والى اخره، لاني انا قاعد بحكي معك من برا وفي غير قاعد بحكي معك من جوا. فاحنا بننصحك نصيحه اخويه، ابعد عن تخصص الهندسه على الاقل في الخمس سنين الجاي. هذا اقل حد ممكن او اقل حل ممكن انه احنا نقدمه مجتمعيا لهذا التخصص. ليش ما بدك ايانا بعد كل هذا الحكي ندرس هندسه، وليش نروح ندرس تخصصات ثانيه؟ اول اشي حكيناه من اول الموضوع تبعنا، السوق مشبع بشكل تام 100% وزيادة، اكيد وزيادة، خلص اكثر من هيك عبث، اكثر من هيك ما في مجال تشتغله. اثنين، فرص عمل قليلة جدا مقارنة باعداد المهندسين الموجودين في الاردن واللي ما راح يلاقوا شغل، وانتاج الجامعات من تخصصات الهندسة من الطلاب اللي بتدرس هندسة عدد هائل جدا اذا جمعناه بالرجوع لمصادر نقابة المهندسين الاردنيين. رقم ثلاث، البطالة العالية سواء بسبب عدم توفر فرص العمل او بسبب انه عن جهية الناس اللي بتشتغل او عن اللي بتدور على شغل عفوا، او عن جهية الناس اللي بتبحث عن ناس تشتغل عندها. يعني تعال اشتغل عندي. هذا قلنا للنقطة الرابعة، واللي هي بوجود فرصة عمل للمهندس فانت راتبك ودخلك يعني يا دوب يكفيك، اذا بتدخن يا دوب يكفيك دخان، واذا بدك تروح مواصلات يا دوب يكفيك مواصلات، واذا بدك تاخذ سيارة يا دوب يكفيك تجيب السيارة. فالموضوع جدا محزن في قطاع الهندسة حاليا هذا الوقت أقل ما فيها. النقطة الخامسة وهي الأهم في المجتمع عندنا في الأردن، ليش ما ندرس هندسة؟ البرستيج عم تغير خلاص، تغير عن زمان، بطل البرستيج للمهندس. يعني مش اللي بيدرس مهندس واللي عنده ابن مهندس فهو أبو المهندسين اللي راحوا، أبو المهندسين اللي أجوا، هو أبو المهندسين اللي سايقين الفرش اللي قاعدين في الدار، أو أبو المهندسين اللي قاعدين بدوروا على شغل، أو أبو المهندسين اللي بيشتغلوا مع واحد بدور على شغل. إيش اللي ممكن إنك أنت يحسن وضعك اجتماعيا أو ماديا أو إلى آخره؟ ديفينتلي مش الهندسة. رقم 6، ليش جاسر ما بده ايانا ندرس هندسة بالخمس سنين الجايين؟ راح احكي لك انه التوجه الكوني يا عزيزي مش متوجه بالاتجاه الهندسي البحت. ما مش الكون مش رايح على الهندسة المدنية، والكون مش رايح على الهندسة المعمارية، والكون والعالم كله مش رايح على هندسة الطرق والجسور او على الهندسة الميكانيكية او الكيميائية او الى اخره. هل في حاجة لهم؟ يس ديفينتلي في حاجة لهم بشكل كثير كبير، لكن التوجه الكوني رايح على تخصصات مختلفة تماما. التوجه الكوني رايح تخصصات أمن المعلومات، على تخصصات تحليل المعلومات، على تخصصات تكنولوجية، على تخصصات البرمجة، تخصصات تصميم البرمجيات، تخصصات اللي لها دخل بالثورة التكنولوجية الموجودة في العصر الحالي، زي تخصصات التجارة الإلكترونية، تخصصات الطاقة، تخصصات الحوسبة، تخصصات اللي لها علاقة بالروبوتس، تخصصات اللي لها علاقة في الأتمتة. هون التوجه الكوني والمستقبل الوظائف كله رايح عليه. انت اللي قاعد تدرس اليوم بال2020 راح تخرج بال2025، راح تشتغل وتضلك جونيور لل2030. انت زهرة حياتك راح تكون بال2030. افتح جوجل يا سيدي، هيك قاعد افتح جوجل وشوف، اكتب ايش هي التخصصات الاكثر طلبا وفرص العمل الاكثر ازدهارا اللي راح تكون بال2030. سكيب اول خمس سنين، او عفوا اول 10 سنين من هلا، اللي هم 5 سنين للدراسه، ولا 5 سنين اللي انت راح تضلك فيهم جونيور. شوف زهره الشغل اللي انت راح تبلش تجنيها بال2030، راح تلاقي بال2030 نص الكوكب قاعد او عاطل عن العمل، لانه ما في عندنا العربي طبعا أتمتة، ما في عندنا روبوتك انجينيرينج، ما في عندنا تخصصات لها دخل بصيانه الروبوتس او صيانه الاشياء التكنولوجيه، ما حدا لنا دخل بالامن المعلومات، ما لنا دخل بالاوبن داتا اناليسس، ما لنا دخل بكثير اشياء. سو انا بنصحك تفتح وتدور ايش فرص العمل راح تكون اكثر بال2030. نقطة 7، وهي اللي لها على فكرة فترة طويلة مجال ديبيت هائل في الوسط الهندسي، سواء اللي عامل في الوسط الأكاديمي أو اللي عامل في الوسط العملي البحث الموجود في سوق العمل أو اللي بيشتغل في اثنين، اللي هو النظام التعليمي المترهل والنظام التعليمي اللي ماكل هوا، والنظام التعليمي اللي بحاجة إلى إعادة تأهيل
ما عم بحكي عن أشخاص، عم بحكي عن نظام. هذا النظام محتاج إلى إعادة تأهيل، ومش الوقت المناسب إنك تدخل على دراسة الهندسة بالوقت الحالي إلا بعد ما يتم إعادة تأهيل هذا القطاع التعليمي في الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة، لحتى أنت لما تتخرج تقدر تكون up to the expectations الموجودة في سوق العمل، أنت قادر على أنك تواكب سوق العمل أول ما تتخرج. إحنا اليوم قاعدين بيطلع لنا مهندسين من الجامعات بجميع أسماء الجامعات الموجودة لسه بحاجة لتأهيل، علشان هيك في عندنا لجنة التأهيل والتشغيل في لجنة في عفوا في لجان نقابة المهندسين الأردنيين، علشان هيك في عندنا لجنة المهندسين الشباب، علشان هيك في عندنا لجان البناء الأخضر واللجان كثير لجان موجودة ما بدي أذكر أسماءها كلها. لكن انت اذا الجامعة نفسها قاعدة بتطلع منتج غير قادر على مواكبة سوق العمل او غير قادر على انه يبدأ في سوق العمل، فأكيد في مشكلة كبيرة، وأكيد مش أنت الشخص اللي راح نختارك المكتب لحتى تشتغل، والمشكلة مش من عندك، والمشكلة مش من عند المكتب نفسه، المشكلة من عند السورس اللي طلعك أو المصدر اللي طلعك، ما أعطاك القيمة المعرفية اللي إحنا بدنا إياها في سوق العمل ببداية 2025. إحنا اليوم قاعدين نواجه مشكلة وجاب بين المهندس اللي قاعد بيطلع من الجامعة حديث التخرج وبين اللي بتحتاجه في الشغل. فتخيل الجاب قديش راح يكون لما يطلع من نفس المكان اللي ما صار فيه إعادة تأهيل وما انتبه لمتطلبات سوق العمل اللي راح يطلع بال 2025، ونتخيل المنتج أو المهندس اللي راح يطلع بال 2030. سو المشكلة قائمة بحد ذاتها، لازم تنحل بالأول، بعدين بقدر أحكي لك توكل على الله، روح ادرس هندسة، توكل على الله راح تطلع فاهم سوق العمل، توكل على الله انت راح تشتغل إن شاء الله بعد ما تتخرج. بعد كل هالحكي هاد عشان بس انت تكون فاهم، لو جيت اليوم سألت جاسر قلت له طيب انت اللي قاعد تحكي انت مهندس، لو انه رجع فيك الزمن بدك تختار تخصص ثاني ايش راح تختار؟ هلا لو رجع الزمن يمكن ارجع اختار هندسة، لان وقتها يمكن الهندسة ما كانت مشبعة. لكن اليوم انا بدي احكي اذا جاسر اليوم تخرج من التوجيه وجاب معدل اهله يدرس اي تخصص بده اياه، ايش التخصص اللي ممكن يروح معه جاسر؟ انا شخصيا يمكن خياري ما يناسب الجميع، لكن انا زلمة اليوم بعد ما اطلع على سوق العمل سواء في الأردن أو خارج الأردن، يعني ممكن إذا بدي أفكر بتخصصات طبية يمكن أروح طب أسنان، مش راح أروح طب عام كمان، يمكن أروح طب أسنان. إذا فعليا بدي أفكر لقدام أنا شو التخصص اللي راح أروح عليه، راح أروح على واحد من التخصصات اللي أنا كنت عم بحكي لك عنه، إشي له دخل بأمن المعلومات، إشي له دخل بالOpen Data Analysis، إشي له دخل بالأتمتة، وإشي له دخل بالRobotic Engineering. هدول الأشياء الأربعة يعني يمكن أضيف عليهم إشي له دخل بالIT أو البرمجة، هدول ممكن كمان يكونوا خيارات. لكن غير هيك صراحة اليوم في سوق العمل ما راح أروح على تخصصات ثانية، يمكن أروح إشي له دخل بالاقتصاد اللي له دخل بالتكنولوجي أو الإدارة اللي لها دخل في التكنولوجي، لكن راح أحاول أربط حالي دائما يكون مرجعي خلينا أحكي البومينج فيلد اللي عم بصير أو البومينج اللي عم بصير بفيلد التخصصات اللي لها دخل بالتكنولوجيا أكثر من التخصصات اللي لها دخل بالهندسة. انا بعرف طولت عليكم بالفيديو لكن كان لازم تو هايلايت معظم النقاط اللي حكيتها بهذا الفيديو. اتمنى انه يكون فيديو يحاول يغير شوي من التفكير النمطي الموجود عندنا في مجتمعنا الاردني. بشكر كل واحد حضر هذا الفيديو، بشكر كل واحد استفاد من هذا الفيديو، شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه والف الف الف مبروك للناجحين في التوجيه وبالتوفيق للكل، وحظا اوفر للي ما حالفوا الحظ بهذا او بهاي السنه في التوجيه. سلام.